بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن مفهوم الفيجوال اكيوتي، حدة الإبصار. طبعا اليوم حنبدأ بتعريف حدة الإبصار من مفهوم آخر لتبسيط المادة العلمية أكثر. فيجوال اكيوتي كتعريف له: It is a measurement of spatial resolving capacity of the eye and is applied to central vision. يعني بيستخدم في قياس قديش الصورة اللي بتتكون من العين وقديش الرؤية المركزية للعين. اوكي، طيب الاسباشيال ريزولفينج، حدا سمع في تعريف الاسباشيال ريزولفينج شو هو؟ نعم، قوة التباين. بس هان عندنا في الفيجوال اكيوتي كتعريف إلها انه قديش القدرة على تكوين الصورة، سواء بواسطة كاميرا الجوال، بواسطة العين، او بواسطة الميكروسكوب. يعني القدرة على تكوين الصورة بواسطة العين او بواسطة الميكروسكوب او بواسطة الكاميرا. الاسباشيال ريزولفينج It is an ability image forming device. such as على سبيل المثال عندنا مثلا كاميرا اي ميكروسكوب. إذن القدرة على تكوين الصورة اللي بشكلها ممكن كاميرا، ممكن العين، ممكن الميكروسكوب. أوكي، هذا تعريف الاسباشيال ريزولفينج. فالفيجوال اكيوتي بقيس قديش الاسباشيال ريزولفينج للآي، قديش يعني كمية هذا الاسباشيال ريزولفينج تاعت الآي، وزائد انه بقيس ايش السنترال فيجن، الرؤية المركزية لمين؟ للعين. اوكي، امبورتانس اوف تيستينج فيجوال اكيوتي، شو أهمية قياس حدة الأبصار؟ تيستينج فيجوال اكيوتي از فيري امبورتانت ان اول اوف ذا كيسز بيكوز. ليش حدة الأبصار تعتبر يعني إلها أهمية كبيرة؟ أول حاجة it gives us an accurate diagnosis for the patient. diagnosis بمعنى تشخيص، يعني بتعطي تشخيص دقيق للمريض، لحالة المريض، and indicate the severity of the problem، وبشير إلى حدة اللي هو قديش عنده مشكلة. طبعا كلمة severe بمعنى حاد، وعكسه mild، mild بمعنى اللي هو يعني قليل. يعني زي ما مثلا واحد بيقول عندي severe headache، اوكي، واحد اخر ايش بيقول؟ مثلا mild headache. عندنا moderate، متوسط headache. يعني لما انتوا اخذتوا الهيستوري من المريض، ممكن انه المريض يقول انا عندي مايلد اللي هو هيديك، انه صداع لكن ايش ماله خفيف، او مودريت هيديك انه صداع لكن ايش متوسط،
or severe headache إنه بيكون صداع لكن إيش ماله حاد. أوكي. Number two, it may help us to discover a new problem at the patient, which is not the main problem that the patient complained for. مثال عليها, مثلا إجا مريض حكى في الهيستوري تاعي أنا مثلا عندي headache, severe headache. الآن هذه تعتبر إيش؟ الهيستوري تاعت المريض. كإكزامينر أو كأوبتومترست لما إحنا قسنا الفيجوال أكيوتي تاعته لقينا عنده بلرد فيجن فور ديستانس, يعني عنده مشكلة في البعيد. أوكي؟ فهذه المشكلة مين كشفها؟ الفيجوال أكيوتي. أوكي؟ يعني الآن لو أنا مثلا أجيب لك كيس ستادي, الكيس ستادي هذه مثلا عندها هيديك سيفير هيديك or mild headache or moderate headache, لكن عندها في الفيجوال اكيوتي بلرد فور فيجن. اذا الفيجوال اكيوتي تاعت المريض بتتوقع يكون امبيرد ضعيف ولا جود ولا جيد؟ ضعيف, صح. واضحه الامور. الان اجى انا عندي طفل او مثلا فيميل اور ميل عمرها 19 سنه, اوكي, وشكى انه عنده هيديك. طبعا هذه سواء سيفير اور مايلد اور مودريت هيديك, هذه تعتبر ايش؟ الهيستوري, الهيستوري اوف ذا بيشنت, صح. الان انا عملت فيجوال اكيوتي, قست قديش حده الابصار للمريض, فطلع عنده بلرد للفيجن, يعني الفيجن عنده مثلا 6/60 او 6/24, فانا هذا بديني انديكيت للفيجوال اكيوتي امبير باد or good. Bad, صح, impair. It is also help us in the following up the patient's case to compare between pre and post the treatment. اليوم 14 قسنا لسين من الناس الفيجوال اكيوتي تاعته كانت مثلا 4/60, اوكي, لكن هذا المريض كان عنده مشكله الاي ديزيز, يعني مرض في العين. 4/1/2017 قسنا الفيجوال اكيوتي حدة الابصار لقينا بيختلف عن المرة اللي فاتت. ليش؟ لانه السبب راح, اللي هو انه ليش هو كان عنده فيجوال اكيوتي امبير, السبب اللي هو الاي ديزيز, فالاي ديزيز عالجناه, يعني احنا عالجنا اللي هو الكوزز, فما دام انت عالجت الكوزز فالفيجوال اكيوتي ايش ماله حيتحسن, صح. For all of these reasons, visual acuity must be tested for all of the patients before visiting the ophthalmologist. طبعا أي كتاب في العيون تفتحيه في 4O دائما مكتوبة 4O. شو معناها ال4O؟ ال4O معناها إنه ophthalmology طبيب الطب العيون, ophthalmologist اللي هي طبيب العيون, في الأوبتومتري علم البصريات, اوبتومترست اخصائي البصريات, في الاورثوبتكس اللي هو علم الحول, اورثوبتست اللي هو المختص بالحول, وفي الاوبتكس تعون اللي بيقص النظارات, وفي الاوبتيشن اللي هو فن البصريات. فعندنا 4O هان. دائما اي كتاب في العيون بيكون كاتب 4O. شو معناها ال4O؟ زي هيك بيكون كاتب 4O. عندنا الاوفثالمولوجي, اوفثالمولوجيست, بمعنى طب العيون, طبيب العيون, اوكي, اوبتومتري اوبتومترست, في عندنا الاورثوبتكس
المختص في الحول orthoptist. في عنا الاوبتكس اوبتيشن اللي بيكون مختص في علم النظارات، يعني اللي بقص النظارات اللي هو فني بصريات. اوكي، فالان اي مريض بروح لطبيب العيون لازم يقاس له حدة الابصار، قديش حدة الابصار لهذا المريض. طبعا الفانشن هذا او التاسك هذا الوظيفة مين اللي بيقوم فيها؟ اللي هو الاوبتومترست، اوبتومتري علم البصريات، الاوبتومترست اللي هو الاكزامينر اخصائي البصريات. And this is the mission of the optometrist who's the specialist examiner in this examination. يعني هذه المشن الوظيفة أو الاكيوبيشن اللي بيقوم فيها مين؟ طبيب أو أخصائي البصريات. أوكي؟ طيب. Testing visual acuity in pre-verbal children. قياس حدة الإبصار للأطفال الغير ناطقين. أول حاجة عندنا occlusion of one eye، إنه أغطي إيش؟ عين واحدة. أوكي. It is a simple method for testing the visual acuity in pre-verbal children and infants. طبعا هو طريقة بسيطة جدا لقياس حدة الإبصار للعين في الأطفال الغير ناطقين والرضع. أوكي. We cover one eye and if strongly objected by the child indicates poorer acuity in the other eye. الآن بنغطي عين، يعني مثلا الآن بدي أفحص العين اليمين، بغطي مين؟ العين الشمال، بشوف قديش اللي هو إذا مثلا الطفل قاوم هذه التغطاية إنه رفع الغطاء عن العين فبيكون poor للفيجوال acuity in the right eye. أوكي. اوكي، الان انا مثلا بدي اقيس الفيجوال اكيوتي للعين اليمين، بغطي مين؟ العين الشمال. لو الطفل قاوم اللي هو التغطايه تاعته، يعني رفع الغطاء اللي انا غطيت فيه العين الشمال، حيكون شو معناه؟ انه الطفل مش شايف في العين اليمين، صح؟ فهو بيعني لي انه الفيجوال اكيوتي ان ذا رايت اي از بور اور امبيرد. بالضبط، هو هو هذا قلنا الفحص هو عبارة عن ايه؟ انه قلنا رفلي تيست، انه مجرد يعني فحص يعني اولي، انه بس مجرد انه اعرف هل هذا الطفل عنده good visual acuity ولا bad visual acuity. لكن السؤال، هي طرح السؤال بس انا بدي اصيغه بشكل اخر، انه هل هذا الفحص يعتبر كوانتاتيف ولا كوالتاتيف تيست؟ يعني اللي هو كوالتاتيف، اللي هو ايش يعتبر؟ اللي هو وصفي. ليش؟ لانه ما ادانيش اللي هو ايه رقم. يعني هذا ممكن انا مثلا اسال السؤال، ليش انا مثلا الكلوجن اوف وان اي از كوالتاتيف تيست؟ واي؟ بالضبط، مش ما ادانيش انا يا اما بقول لي الفيجوال اكيوتي جود اور باد. اوكي، ما بحكيليش مثلا الفيجوال اكيوتي 6/60 او 1/60، لا، مجرد انه بيقول لي الفيجوال اكيوتي جود او باد. اوكي. This method just indicate if the visual acuity is good or poor and doesn't give us an accurate measurement. هو ما بيعطي اللي هو تشخيص دقيق. طبعا احنا حنطبق الفحص هذا، بدنا طالبة. طبعا الآن هي أول حاجة، نفترض إنه عندنا طفل. أوكي، البسي هذه في العين الشمال. شقة هذه شايفين؟ تعال هم. الآن أنا غطيت عين. أوكي. لا، اللي هو المريض الطفل الأمامي،
طبعا دائما الطفل لما بعمل له الفيجوال اكيوتي لازم يكون هير اور هيز بيرنتس معه، اوكي، انه دائما اللي هو والديه بيكونوا معه. بغطي عين اول حاجه، طبعا انا بدي افحص اللي هو الرايت اي. الان لو الفيجوال اكيوتي تاعت المريض بيكون ضعيف، ايش حيعمل؟ حطول حيرفع الكفر، فهي المقصود فيه انه سترونجلي اوبجكتد اوف ذا كفر، اوكي. لكن لو كان الفيجوال اكيوتي تاعته جيده، ايش ماله؟ حيحافظ عليه، حيخليه. بس بعض الاطفال مثلا بتلاقي حتى لو كان عنده الفيجوال اكيوتي كويس تاعته وجود فيجوال اكيوتي بحاول انه يرفع هذا. بس يعني هو مجرد انه رفلي بمعنى ايش؟ يعني سطحي، انه هل بدين الفيجوال اكيوتي جود اور باد، اوكي. شكرا. طبعا هي مثلا التيست هان مطبقه الاكزامينر اللي هو الطبيب. اول حاجه هي ملاحظه انت الطفل مع امه، اوكي. الدكتور غطى العين اليمين والعين الشمال، بتلاحظي انه الطفل ايش بحاول انه يرفع العين، صح؟ الايد عفوا من عينه. هان بيكون ايش ماله؟ باد فيجوال اكيوتي. ممكن اجيب لكم صور شو التشخيص تاعي كان. اذا هان ايش؟ باد فيجوال اكيوتي. هان الطفل ايش ماله؟ سمايل، صح؟ فهان يعتبر اللي هو جود فيجوال اكيوتي، اوكي. طيب التست الاخر الفيكسيشن تيست. كلمه فيكسيشن شو معناها؟ انه تثبيت، اوكي. This is a very good method in testing visual acuity and it is performed as following. اول حاجه بنستخدم طبعا في حاله الاطفال هذا عباره عن بريزم بار. شو بسموه؟ بريزم بار. هي مدرج من 1 2 4 6 8 10 12 14 16 لحديت 40. هذه عبارة عن بريزم. قلنا دائما البريزم فيه له ايش؟ ابيكس وفي بيز. الابيكس دائما بيكون الصورة، هي رسمة هي عندنا الابيكس وعندنا البيز. دائما الصورة باتجاه مين؟ الابيكس. والشعاع دائما بيكون باتجاه البيز لو رسمنا الرسمة بالشكل هذه، اوكي. الان الطفل لما بدي اعمل لطفل واحد لازم انه استخدم ايش؟ وان بريزم، زي هيك زي ما هو مستخدم. لكن احنا بدنا نحاول انه نعمل كاكتور انه طفل عندنا، وكيف نعمل التيست هذا، اوكي. دائما الصورة باتجاه الابيكس، والشعاع باتجاه مين؟ البيس تاعه. طبعا اول حاجة بحط اللي هو ال 16 بريزم. اعمل فيكسيشن هان. لا على ايدي. ايدي ايوه هان. الان المريض عمل فيكسيشن، اوكي. الان اذا كان بس بنلاحظ اللي هو الفيكسيشن ايش ماله؟ في الفيشن اب، يعني شويه العين انحرفت لفوق. شايفين هيك ولا كيف؟ طب تعال شويه هيك. طيب هي احنا حطينا اول حاجه ال 16 بريزم دايوبتر، اوكي. طبعا هو 16 ل 20، يا اما بتاخذي 16 يا 20 بريزم عشان تعمل العين الفيشن انه ترتفع شويه لفوق. فالان انا بحط ال 16 بريزم قدام العين، صارت فيها شويه الفيشن لفوق. الان الطفل بيكون عامل ايش؟ فيكسيشن، اوكي. الان لو انا رفعت الغطاء، اوكي، اذا الفيكسيشن راعى العين الثانيه ايش حيصير؟ انه الفيجوال اكيوتي حيكون بور، اوكي. هل لقيت الطفل هو غطي العين؟ هل لقيت العين الليفت مغطيه، اوكي. الان الطفل عامل ايش؟ فيكسيشن. الان هو محافظ على الفيكسيشن في العين مين؟ الرايت، اوكي. الان اول ما ارفع
انا ما بعرف ايش فيه في العين الشمال عامل فيكسيشن او لا. اول ما برفع العين الشمال الغطى عنها بقلب الفيكسيشن للعين الثانيه. فايش معناته؟ انه هو بحب يعمل فيكسيشن بالعين الليفت. اوكي، اذا العين الرايت ايش الفيجوال اكيوتي تاعها؟ بور. اوكي، الان غطي برضه هذا العين. الان الطفل عامل فيكسيشن، يعني في فيكسيشن في العين الرايت. رفعت الغطاء، خلال 5 ثواني تغير الفيكسيشن للعين الثانيه. شو معناها؟ انه في اللي هو عنده فيكسيشن في الرايت اي، لكن ايش ماله؟ الفيجوال اكيوتي انستدي اور انسنترال، انه مش ثابت. اوكي، مفهومه الثانيه؟ خلال 5 ثواني. اوكي، طيب الان برضو غطي العين. الان حطيت اللي هو 16 بريزم والطفل عامل فيكسيشن، رفعت الغطاء عن العين، خلال 10 ثواني عمل فيكسيشن، يعني عامل فيكسيشن، بس خلال 10 ثواني حول الفيكسيشن للعين الثانية. يعني هذه فضل الثانية على الأولى. يعني بتلاحظ إنه العين بس خلينا نسمع، بتلاحظ العين اليمين انحرفت وعامل فيكسيشن في العين إيش؟ الشمال. يعني العين الشمال هي صار فيها فيكسيشن. صارت اللي هو ثابته انه فيها فيكسيشن، يعني سنترال. اوكي، فلما بيعمل فيكسيشن في العين الشمال اللي هو معناه انه خلال 10 ثواني انه هان الفيجوال اكيوتي تاعته اللي هو حوالي قديش؟ 6/24 ل6/18. اوكي، طيب لو الان انا مثلا عمل المريض برضه غطى عينه، عمل فيكسيشن في العين الرايت، اوكي، لكن لما رفعت الغطاء عن العين الشمال حافظ على الفيكسيشن في الرايت، لكن بعد 20 ثانية غير الفيكسيشن للعين الشمال. إذا هين إيش معنى؟ إنه الفيجوال أكيوتي تاعه 6/12 ل6/9. آخر حاجة واضحة؟ آخر حاجة لو هو مثلا حطيت البريزم لكن عمل فيكسيشن وين؟ مرة هان ومرة هان بعد 30 ثانية، معناه إنه الفيجوال أكيوتي 6/6 in both eyes. أوكي؟ واضحة ولا كيف؟ ببساطة الفيكسيشن تيست هو أهم، يعني أهم وأفضل تيست من ناحية الأطفال. سهل جدا، أنا بستخدم، بس ركزوا شوية معي، بستخدم بريزم. أوكي، البريزم دايما الأبكس تاعته بتكون أب والبيز بتكون داون، إذا الصورة تاعته وين حتكون؟ على الأبكس. أوكي، الآن العين الثانية مغطية، مدام العين الثانية مغطية ما بعرف أنا عاملة فيكسيشن ولا لا. الآن أنا إيش عملت؟ العين الرايت نفرض اللي حاطط عليها البريزم عاملة فيكسيشن، رحت رفعت الغطاء عن العين الشمال، عطول الفيكسيشن راح للعين الثانية للليفت آي. إذا شو معناه؟ إنه بور اللي هو الفيجوال أكيوتي إمبيرد، ما بديش تحفظي، افهمي كفهم انه معناه انه الفيجوال اكيوتي امبير، لانه ممكن العب فيها الصيغه. اوكي، معناها انه في افكسيشن، انه صار ما فيش شيء اللي هو فيكسيشن في العين. اوكي، الشغله الثانيه لو مثلا انا مغطي العين الشمال والعين اليمين صار لها، حطيت البريزم على العين اللي هو الشمال، العين اليمين رفعت الغطاء عنها، اوكي، الان ايش صار لها؟ حافظت على الفيكسيشن، لكن بعد 5 ثواني راح الفيكسيشن تاعها. شو معناه؟ انه الفيجوال اكيوتي تاعه يعني 4/60، 6/60. شوف انا لاحظ انه هان الفيجوال اكيوتي يعتبر استيميشن تقديري وليس اكيوريت، يعني مش بالضبط، يعني صح هو يعتبر الفيكسيشن تيست يعتبر كوانتيتيف، صح ولا لا؟ انه رقمي، اداني رقم، لكن يعتبر اكيوريت ولا استيميشن؟ استيميشن يعتبر، صح؟ النقطة الثالثة، الطفل عمل فيكسيشن لكن الفيكسيشن هذا ايش صار فيه؟ انه بعد 10 ثواني حول على العين الثانية. إذا بمعنى انه
صار عنده الطفل فيكسيشن لكن تغير للعين الأخرى، فهذا معناه إنه الفيجوال أكيوتي للطفل ممكن يكون 6/60، يعني لستة على اللي هو 36، ستة أو 6/24. أوكي؟ النقطة الرابعة، الطفل عمل فيكسيشن لكن بعد حوالي 20 ثانية فضل الفيكسيشن على العين الثانية. أوكي؟ الفيجوال أكيوتي 6/12 لستة على 9، 6/7.5 ممكن. الأخيرة عمل فيكسيشن لكن إيش؟ متبادل، مرة في الرايت ومرة في الليفت، يعني إذا 6/6. طيب ليش أنا استخدمت ال 16 بريزم ديوبتر أو 20 بريزم ديوبتر؟ عشان إنه إيش يعمل؟ اللي هو الإليفيشن أب، إنه يعمل الطفل اللي هو إليفيشن أب، تو تيك فيكسيشن أب، إنه دائما إنه يكون وين الفيكسيشن تاعه؟ للأعلى. لكن لو حطيت مثلا 2 بريزم ديوبتر او 3 بريزم ديوبتر ما بيقدرش انه يعمل اللي هو فيكسيشن اب. اوكي؟ هلا احنا قلنا انه يعمل فيكسيشن مره بالنهايه، المره بالنهايه بتكون 6/6، قديش المده؟ تقريبا 30 ثانيه حكيت انا توي. انه لما بيعمل فيكسيشن مره في العين الرايت ومره في الليف خلال 30 ثانيه تقريبا، انه بيعمل اللي هو مره هيك ومره هيك، انه بيكون 6/6 الترنيت فيكسيشن. اوكي، الفيكسيشن معناها ثابته، يعني انا حاطط اصبعي زي ما كنت حاطط اصبعي، مجرد ما رفعت الغطاء عن العين تحول هذه العين، اخذت اللي هو يا لليمين انحرفت يا لليمين يا للشمال، والعين الثانيه هي اللي عملت فيكسيشن. واضح؟ يعني هيك انا حاولت انه ابسطه اكثر ما يمكن. طيب بالنسبة للسويت تيست، طبعا هذا الفحص يعتبر شائع عندنا كثير. طبعا السويت تيست هيو حيكون زي ما انا ماسك بايدي بالضبط زي هيك، لازم انا اوزع اللي هو الحبات تاعتي في مختلف ايدي، مش مثلا احطها في السنتر. شايفين انتوا ولا كيف؟ يعني دائما في السويت تيست ما بحطش اللي هو الايده في نص الـ يعني الحبات هذول السويت في السنتر، دائما لازم مثلا على الاطراف زي هيك. اوكي، وبالضبط الكلر لازم يكون مختلف تاعت السويت. ليش؟ طيب واحده بس، واحده ارفع ايدك وجاوبي. الان انا لما بستخدم السويت تيست لازم يكون الالوان مختلفة فيه، يعني الحبات تاعتها لازم تكون مختلفة الكلر تاعها. ليش؟ نعم، طيب ليش مثلا ما حطيته احمر كله او كله ابيض او كله اصفر؟ لا، الان لو انا مثلا حطيت الاحمر، اللون الاحمر، الطفل ممكن ينتبه عليهم انه كل الموجود ايش؟ احمر. فالويف لينث الطول الموجي تاعته حيركز عليه انه كل الموجود احمر، فحيقدر ايش؟ انه يلتقطه. واضح؟ لو مثلا حطيته ابيض برضه نفس الحاجه. طيب ممكن اعمل هيك انا، صح هيك عامل؟ لا، لازم اللي هو التوزيع. طيب كيف انا يعني الان كيف بدي اقيم الفيجوال اكيوتي في السويت تيست؟ بالضبط، خذي مني الان بالضبط انه ايش عمل الطفل اللي هو بيك اب، انه بالضبط انه ايش لقط. لكن لو حسيت انه الطفل اجى مد ايده لكن عمل هيك، شو معناها؟ انه عنده امبيرد فيجوال اكيوتي. اوكي، لو انا مثلا شعرت انه هو الطفل مركز على السنتر، على يعني الكف الايد في السنتر، بروح احط اللي هو السويت هيك في ايدي. واضح؟ زي هيك. واضح ولا كيف؟ شايفين؟ بحطه بين اصابعي. ليش؟ لانه لو حطيته في المركز الطفل خلص حفظ المكان تاعتهم وين، فحيروح على طول ايش يدور في المركز. طيب ايش ممكن اكتب الفيجوال اكيوتي للطفل هذا؟ عندنا السويت تيست،
بكتب الفيجوال اكيوتي زي هيك مثلا الرايت اي، هذا لو الطفل اللي هو لقط مور ذان اور ايكوال 6/24. مور ديتيل بيك اب باي child. Left eye more than or equal 6/24 pick up by child. طيب لو كان هذا لو كان ايش الفيجوال اكيوتي عنده good. لو كان الفيجوال اكيوتي impaired or poor حيكون الرايت visual acuity less the child not pick up sweet test. هذه الايفالويشن للطفل لو كان عنده الفيجوال اكيوتي اقل او اكثر من 6/24 من ناحيه اللي هو السويت تيست. طيب في عندنا الروتيشن تيست. الان اخذنا اوكلوجن اوف وان اي، غطينا عين، اخذنا الفيكسيشن تيست، واخذنا كمان اللي هو السويت تيست. اوكي، الروتيشن تيست هو بيعتبر كوالتاتيف تيست، انه اختبار ايش ماله كمي، يعني ما بديني قديش الفيجوال اكيوتي للمريض. اوكي، فور ذا انفانت تو فيكسيت وذ بوث ايز اوبن، انه العينتين بتكون مفتحه، يعني ملاحظين في الاوكلوجن اوف وان اي، في الفيكسيشن تيست، في السويت تيست، الثلاثة كانوا انه عملنا اوكلوجن اوف وان اي، لكن في الروتيشن تيست اوبن بوث اي. واضح؟ تاخذ الرايت والليفت، هيني كتبت هيك. The examiner holds the infant facing him and rotates bicycle 360 degree. الان احنا عندنا هان عروسة، لو فرضنا هي الطفل، اوكي، بمسك الطفل يا اما من رأسه او بمسكه مثلا من ايديه زي هيك، بثبته بالشكل هذا. والان كيف بعمل؟ انا الان اكزامينر، اوكي، ومثلا البيرنتس والديه امامي، فبعمل روتيشن. شو بعمل؟ بدور زي هيك فيه بالشكل هذا. الآن الأهل بدهم ينتبهوا على مين؟ على حركة العين. إذا صار عنده آي موفمنت، حركة للعين، فبيكون عنده الفيجوال أكيوتي جود. لكن لو ما فيش رقرقة في العين، العين ثابتة، بيكون الفيجوال أكيوتي تاعته إيش؟ إمبير. أوكي؟ هي ببساطة يعني بتعتمد على الآي موفمنت، النستاجمس اللي هي رقرقة العين. مش تعرف الرقرقة تاعت العين؟ أوكي؟ يعني هذا التيست الروتيشن تيست هو يعتبر كوالتاتيف تيست نمبر 1. نمبر 2 انه بيعتمد على الاي موفمنت وبيعتمد على النيك موفمنت. نمبر 3 انه بيعتمد على البيرنتس الوالدين، انه هم بيشوفوا حركه العين تاعت الطفل. اذا عمل الطفل اي موفمنت او نستاجمس بيكون الفيجوال اكيوتي عنده جود. إذا العين بقيت اللي هو فيكسيت ثابتة، بمعنى indicate to the visual acuity is bad or impaired. The child fixate moving targets behind the examiner. If vision is normal, the eye will display. Display بمعنى show، إنه حيوضح لي إنه optokinetic nystagmus. الآن الأوبتوكاينتيك نستاجمس هي هذه الآلة، حناخدها شوية بعد التست هذا. أوكي، when rotation stops، لما أنا بوقف اللي هو دوران الطفل، أوكي،
Nystagmus stop 3 to 5 seconds due to suppression of post-rotatory nystagmus by fixation. الآن أنا وقفت الدوران تاع الطفل، إيش حي بعد 3 لـ 5 ثواني الفيكسيشن تاعه إيش ماله حيثبت، حيصير فيش نستاجمس، يعني فيش أي موفمنت لمين؟ لعين الطفل. واضح؟ يعني الآن الفكرة تاعته إنه الإكزامينر أو الأوبتومترست بمسك مين؟ الطفل، وبعمل روتيشن إله، أوكي؟ البيرنس لازم يلاحظوا مين؟ حركة عين الطفل، إنه لازم الاي موفمنت اور نستاجمس، نستاجمس بمعنى رأرأة العين. فالآن هم بيعملوا observation، ملاحظة لمين؟ لعين الطفل. إذا الطفل أثناء الدوران تحركت العين، يعني صار فيها اللي هو movement، إذا معنى إنه الفيجوال أكيوتي تاعته إيش مالها؟ good. لكن إذا مثلا الطفل عمل fixation بكون الفيجوال أكيوتي تاعته إيش؟ impaired. Okay. If vision is severely impaired, non-nystagmus but eye deviate to one side. لو كانت اللي هو فيه severe vision عنده، إيش معنى إنه visual acuity impaired، إنه ضعيف. خلص يعني هو مركز على شغلة معينة أو عامل deviation في one side ومش مركز إيش أصلاً في التست تاعنا، فمعناه إنه visual acuity impaired. تفضل. لا بس انا بعمل قاعد روتيشن على 360 درجة، بمعنى انه انا قاعد برجع على نفس النقطة اللي انا انطلقت منها. اوكي، الان هم اهله للطفل هم ثابتين صح ولا لا؟ فهو انا بدي اشوف هل الطفل لما انا بعمل الروتيشن العين هل بصير لها حركة، انه هل مثلا تتحرك بصير لها نستاجمس ولا لا؟ نستاجمس اللي هي حركه رأرأة للعين. انت اللي بتحكيه قاعده، لو انا مثلا قاعد بحرك الطفل مثلا على 180 او على 90 درجه صح، ممكن تاخذ العين على طول ديفيشن انحراف يا لليمين يا للشمال وما تتحركش اصلا معه. بس انا قاعد برجع على نفس النقطه اللي انطلقت منها، يعني كانه يعني مثلا انا عندي نقطه صفر انطلقت منها ورجعت عندها بالضبط، فحيكون اللي هو ايش؟ روتيشن، دوران. الاوبتوكاينتيك نستاجمس درام هو نفس فكره مين؟ نفس فكره الروتيشن تيست، لكن شو الخلاف بينهم؟ بس شو الفرق الجوهري بينهم؟ ممتازة، واحدة كوانتاتيف وواحدة كوالتاتيف. الروتيشن تيست هاي نص درجة لك، الروتيشن تيست يعتبر اللي هو ايش؟ كوالتاتيف، لكن النستاجمس درام ايش يعتبر؟ كوانتاتيف عددي. احنا طبيعي في الجامعة يعتبر اللي هو توضيح هان، يعني دايمنشن عندنا ما عندناش اللي هو كل التستات، فهي هذا مثلا تقريبا يعتبر 6 على 90 أو 6 على 60 بنعتبره. بيعتمد النستاجمس درام لو أنتم شايفين في اللي هو خطين عندنا الأبيض والأسود، أوكي، بيعتمد على اللي هو الحركة. الآن كل هيدكم تعب ورايا، خليك أنت بس قاعدة. الآن التست هذا بيكون على مسافة قديش؟ اللي هو 30 لـ 50 سنتي. الآن اطلعوا على عين زملتكم هتلاقوا فيها حصير نستاجمس لما انا بدي احرك هذا، شايف كيف انه صار؟ لا طلعي هان، اعملي فيكسيشن هون، شايف العين قاعده بتمشي تعمل اللي هي رأرأة، واضحه ولا كيف؟ تعالوا هان، تعال تفضلي هان. مين شافها؟ طيب الرأرأة شفتوها؟ طيب خلي زميلتك تيجي مكانك ما دام شفتيها. شفت انت ولا كيف؟ تعالي. هي الان النستاجمس درام بدي اعتمد على حركه اللي هو ايه؟ هي الواضحه.
تتحرك قاعده يمين وشمال حسب اللي هو حركه مين الستريب الخطوط. تعي شوفي اكيد خلي بنت تقعد ابدا اشوف. حاضر. شايفه كيف الحركه تاعت العين تعمل زي نستاجمس اي موفمنت. هي مش شايفه العين البؤبؤ بتحرك. طبعا بالنسبه للنستاجمس درام هو بيكون كيف جهاز اوتوماتيك. اوكي بتحطي فيه عده ارقام يعني 6 على 60 6 على 36 6 على 24 6 على 9 زي ما قالت زميلتكم انه يعتبر هو ايه كوانتاتيف كوانتاتيف تيست. فبحط والجهاز ايش ماله بلف وبعتمد على اللي هو حركه مين حركه اللي هو عين المريض. فاذا كان في اي موفمنت مع النستاجمس هذا بيشير انه الفيجوال اكيوتي تاعته للمريض ايش مالها جود. ما هي هذا مثلا انا بقول لك 6 على 90 او 6 على 60 في كيف مثلا سؤال محترم انه كيف الـ كل ما قل اللي هو الستريب ما بين الخطين الابيض والاسود هذه بمعنى انه الفيجوال اكيوتي قل يعني التمييز ما بين الخطين بقل. اوكي واضح ولا كيف؟ هل قلت شايفين هذه المسافه كبيره بالضبط. الآن لما بقل الفيجوال اكيوتي يعني بصير مثلا 6 على 9 او 6 على 12 المسافه بينهم بتقل بتصير تنر نحيفه. واضح واضح ولا كيف؟ يعني الآن بالنسبه ل انا كشو سمنر كيف بدي احدد الفيجوال اكيوتي لهذا الشخص؟ ما انا بكون دائما عندك اللي هو جهاز اوتوماتيك. اوكي بتحطي اللي هو الدرام تاعتك الستاندرايزد. اوكي درام بتحطيه مثلا هذه 6 على 60 زي ما عملنا لزميلتك لقينا مثلا في نستاجمس اذا معناه انه الفيجوال اكيوتي 6 على 60 بنحط اللي هي 6 على 36 بنرفع واحده وبنحط الثانيه. اوكي يعني مش كلهم مع بعض يعني كانه في اكثر من واحده بيكون اكثر من شريحه في 6 على 60 6 على 36 24 18 9 زي كانك بتفحص الفيجوال اكيوتي عادي. اوكي فعندنا النستاجمس اللي هو درام ستاندرايز درام هو عباره عن اسطوانه انبوب اسطواني درام بمعنى انبوب اسطواني ذات كونتين ستريبس بيحتوي على خطوط which subtend small fractions of the infant's visual field are available. كمان من فائدة النستاجمس درام مش فقط بقيس الفيجوال اكيوتي في حاجة بسموها الفيجوال فيلد. الفيجوال فيلد هي عبارة عن الساحة البصرية للعين. تعريف الساحة البصرية او مجال الرؤية الفيجوال فيلد هو عبارة عن ايلاند يعني جزيرة من الرؤية اللي انت بتشوفيها محاطة بايش a sea of darkness محاطة بعتامة. واضح؟ اذا مجال الرؤية اللي هي عبارة عن الايلاند الجزيرة تاعت الرؤية اللي انت بتشوفيها حواليك محاطة بايش بعتامة صح ولا لا؟ واضح؟ يعني محاطة باشياء معتمة انه حواليك بتكون. هذا تعريف الفيجوال فيلد. طبعا هنطبق اللي هو التست تاع الفيجوال فيلد تز ايلاند اوف فيجن surrounded by
A darkness of sea. عبارة عن جزيرة من الرؤية محاطة ببحر من الظلام. طيب بدنا نطبق الفي تيست للفيجوال فيلد، هو عبارة عن الكونفرونتيشن تيست. تيست يعتبر بسيط، هذا بعد ما نخلص المحاضرة ممكن الكل يعمله لل يعني لزميلته. تفضلي. أول حاجة بتطلبي من المريض إنه يعمل فيكسيشن. اعملي فيكسيشن هون على إصبعي، إيه شايفة هيك؟ هيك إصبعي شايفاه؟ إصبع الثاني. طيب هيك؟ طبعاً عارفة. لا لا بس طلعي هون. هيك شايفة؟ هيك هيك. كثير. لما تبطلي تشوفيه قولي لي، بس ما تعملي فيكسيشن عليه. هان الفيكسيشن اوكي هيك، هاي مجال الرؤية، يعني هذه تعتبر ايش؟ هذه البلايند سبوت، النقطة اللي ما شفتهاش. هذه تعتبر امر طبيعي، شكرا، يعني هذا يعتبر اللي هو ايه فيسيولوجي، انه نقطة، فدايما بتكون في التيمبورال، انه تيمبوراري بتكون حوالي 100. يعني شوف صنع الله، انه الانسان دايما العين من ناحية اللي هو الطرف بتكون يعني اخطر مكان لضرب العين. ليش؟ لانه هان ما فيش حمايه إلها، واضح؟ فدائما التيمبورال بيكون لو واحد اكل ضربه من التيمبورال فيش له حمايه هان. فهان الرؤيه قديش؟ 100% الفيجوال فيلد تاعته، الساحه البصريه. لكن في النيزل في حمايه، النوز، صح ولا لا؟ فقديش بتكون الرؤيه الفيجوال فيلد؟ 60 ديجري. في فرق بين الاب والداون اكيد. هان في ايش؟ في زي اللي هو بون في المحجر، يعني في اللي هو عظمه موجوده في المحجر تاعت العين، مش هذا المحجر يعتبر، لكن هان ما فيش. فدائما في الداون يعتبر الفيجوال فيلد اعلى من وين؟ من الاب. يعني ممكن التمبورال يكون من 70 ل 80، الاب يعتبر من 50 ل 60 ديجري. الانفيريور او الداون. لا دائما المنطقه التيمبورال اللي هي هذه ما فيش حمايه، يعني انت لو تشوف عينك هان فيش لها حمايه، صح؟ لكن في النيزل في اللي هو النوز بسد، ممكن يكون بلانت تروما، ممكن ضربة، يعني حسب اللي هو قوة الضربة، يعني ما بتقدر تحدديها إلا تعرف إيش هي. مثلا هل هي مثلا بلانت تروما، مثلا بوكس، أو هل مثلا كورة فوتبول، أو يعني حسب الضربة اللي هو تعرض لها. أوكي. فالمريض أو الطفل إيش بيعمل؟ alternating، بيعمل تبادل للبلاك اند وايت ستريبس وذ شارب ديستانت انترفيسز. هلقيت زي ما لاحظنا في النستاجماس درام انه انا لما حركت الاداه المريض ايش عمل؟ رقرة في العين، اي موفمنت. فهذه الرقرة شو عملت؟ انه مره بيعمل يعني بيعمل تداخل للخطين، للابيض والاسود، يعني مره بحاول يشوف الابيض ومره الاسود، مره بحاول الابيض والاسود، فتلاقي بصير ايش؟ تداخل في العين. اوكي. they are span انه بمعنى بيسرع، at varying uncelebrated rates and are bathed in variable illumination. الإضاءة الإليومينيشن تاعتي بتكون مختلفة، ودائما هو المريض بيعتمد على سرعة اللي هو ايش؟ الجهاز. قديش الجهاز فيه له مثلا، لو قلنا اوتوميتد بيختلف عن المانيوال. لو مثلا كانت الدرام هذه 6 على 60 بتختلف لو كانت مثلا 6 على 24. ليش؟ لانه الخطوط بتكون متداخله مع بعض اكثر. فكل هذه العوامل يعني بتحدد لي قديش الفيجوال اكيوتي للطفل. لو كان اوتوميتد بتلاقي السرعه اعلى. ليش؟ لانه التمييز بيكون سهل.
This method measures acuity by means of a motor response. في عنا دائما two response. هدول مهمات كثير. في عنا الموتور response وفي عنا السنسوري response. الموتور response ايش معناه؟ بدنا نفهم فهم انه بيعتمد على الاي موفمنت، انه على حركة العين. اوكي؟ السنسوري response دائما بيعتمد على مين؟ على النيرفز، الاعصاب، انه شيء احساسي. اوكي؟ طيب من التستات اللي اخذناهم مين يعتبر موتور؟ اول حاجه الروتيشن تيست، عندنا النستاجماس درام، الفيكسيشن تيست، اوكلوجن اوف وان اي. هي هذول الاربعه يعتبروا ايش؟ انه يعتبروا موتور ريسبونس، يعني اعتمدوا على حركه العين. نعم. سنسوري لانه هو التقطها مع ما حركش عينه الطفل اثناء لها. في عندنا الفورس تشويس بريفريشنال لوكينج، بمعنى اجبار الطفل على الرؤيه. يعني كيف انا بدي اجبر الطفل على مين؟ على انه يشوف. اوكي، خلال الفحص تاعي. This behavioral technique is based on the observation that infants prefer to view a pattern stimulus than homogeneous field. دائما طبيعة الطفل ما بحبش يشوف صور متعددة، دائما بحب يشوف صورة واحدة. يعني دائما الطفل، لو انت مثلا مسكتي دائما طفل، بحاول انه يشوف صورة المميزة عنده. يعني وين الصورة المميزة؟ دائما بحاول انه ينظر اليها، حتى لو كان في غرفة معزول هيك، دائما بحاول انه الديسكريميشن ايمج، يعني اللي هي الصوره المميزه في المكان. فانا دائما ايش في التست هذا بحط صوره واحده، ما بحاولش اللي هو اعمل هوموجينيوس، تجانس لاكثر من ايش من شكل. The child must be alert and able to generate neck and eye movements like optokinetic nystagmus technique. Vision is evaluated by means of a motor response. الآن هذا الفحص بيعتمد على حركة عين الطفل، زائد بيعتمد على حركة رقبة الطفل. واضح؟ ليش؟ لأنه أنا بدي أحاول أنه أغير موضع الصورة في التست هذا، بمعنى أنه مرة بدي أحط الصورة في الأب، مرة بدي أحطها في الداون، مرة بدي أحطها نيزل، مرة تيمبورال. يعني الصورة بدها تكون إيش مالها؟ متغيرة. طبعا هو مش هذا التست احنا اللي قصدينه، بس انا بدي يعني تعرفوا اللي هو التنبيه تاعه او التقريب يعني بالنسبة للشكل. الان هذا اللي هو تفاحة. اوكي، الان المريض على مسافة 30 سنتي، مرة بعمل زي هيك، مرة بحاول اغير زي هيك. الان في شغلة مهمة، الاكزامينر لازم ما يعرفش وين اتجاه الصورة، لانه لو انا جيت اعرض الصورة للطفل هذه وطلعت في الصورة، مثلا الصورة كانت أب، أوكي؟ أول ما تطلع الطفل وين حينظر؟ على عيني، فحيعرف وين اتجاه العين تاعتي. يعني طلعت أنا أب، هو حيطلع أب معي. فدائما لازم التست إيش يكون؟ كاتب مثلا هذه الصورة أب، واضح؟ خلف الصورة. يعني الآن هي الشكل، أوكي؟ الآن لازم أنا يكون كاتب لي هان أب، إنه لفوق. فأنا بفهم الصورة وين حتكون؟ أب. فالطفل وين حيطلع؟ فوق. يما بدي حتى ما بدي احاول، يعني الان بدي اعرض زي هيك، اوكي، لاحظت انه الطفل مثلا انتبه علي، فايش بحاول؟ يما اجي اغير هيك بالشكل هذا، انه غطي وجهي وحاول اغير زي هيك. اوكي، هذا بالنسبه للتيلر كارد. فعندنا التيلر اكيوتي كاردز بلاك ستريبس of varying thickness. لو هاي بتشوفي هان، في عنا خطوط افقيه ممكن تكون عموديه، اوكي، ومختلفه ايش السماكه، اوكي، يعني سمكتها بتكون مختلفه. الكارديف اكيوتي كارس شيبس اوف فاريبل اوت لاين بولد لاينز ثين لاينز ات يوزد فور ايرلي انفانسي. دائما بالنسبه للكارديف كارد
وهذا مهم، تيست يعتبر كتير مهم للأطفال اللي بيكونوا بري فيربل. الآن الصورة مثلا بحطها مرة في النص، مرة بحطها أب داون تيمبورال نيزل، في إلو يعتبر الكارديف كارد يعتبر كوانتاتيف مش كوالتاتيف رقمي. كل ما أنا بمشي مثلا الآن 6/60 الطفل شافها أب واضحة، الآن 6/24 حتكون أفتح من مين؟ من 6/60، واتجاهها وين حيكون؟ مختلف عن 6/24. مثلا لو أنا عملت الآن 6/60 لقيتها أب، رحت نقلت على 6/24 لقيتها أب، أنا بصير إيش؟ أغير الاتجاه، واضح؟ أحاول أغير الاتجاه، لأن الطفل ممكن هو يحفظ، وهذا حتى حكيت لكم إياها في الناس الكبار، دائما ما تبدي الفيجوال أكيوتي من الكبيرة، لأنه هو لما بقعد عندك فترة بتاخد الهيستوري، هو أوريدي إيش؟ حفظ، اللي هي هذه رايت، هذه ليفت، فهو حفظها وين؟ حتى 6/36 بكون برضو حفظها. فدائما حاولي ايش؟ اعملي تمويه للمريض، اوكي؟ في له دروباكس، في له عيوب، اللي هو الكارديف كارد او ما يسمى في التيلر كارد. اول حاجه ذا ستريبس ان وان اورينتيشن فيرتيكال، يعني دائما بيكون الاتجاه تاعه في محور واحد، يا اما فيرتيكال يا هوريزونتال، فدائما بيكون في اتجاه واحد. هذا معناه اذا كان عند الطفل استيغماتيزم ما حيقدرش يكتشفه. ليش؟ لانه قلنا احنا دائما الاستيغماتيزم بيكون تو ميريديان وبيكون له تو باور، اوكي؟ لو كان سفير عادي انه بيقدر انه يكتشفه. برضو لو كان children who have nystagmus unable to fixate on the targets accurately. الآن في ناس الألبينو البيض الشجر دائما بيكون عندهم نستاغمس، لحطوا عليهم رقرق في العين. اليوم لو في حدا عندكم عنده اللي هو ألبينو البيض الشجر، لازم يكون عنده ألبينيزم، لاحظ عليه بيكون عنده رقرق في العين، العين بتتحرك دائما، واضح؟ فهذا بيكون من الصعب انه يعمل فيكسيشن على مين؟ على الكارديف او على التيلر، انه من الصعب انه يعمل فيكسيشن على الصوره، اوكي؟ هذه من عيوب مين؟ التيلر كارد او الكارديف كارد. Children who have visual field defects may have difficulty finding the targets. لو الان مثلا زميلتكم عملنا لها الفيجوال فيلد كان نورمال، لو عندنا طفل عنده الفيجوال فيلد مش نور يعني اب نورمال، حيكون من الصعب انه يشوف الصوره لما اعملها تيمبورال او نيزل او اب اور داون، اوكي؟ فدائما انا هذه تعتبر العيوب بالنسبه للكارديف كارد. طيب هيك بس ورقه صغيره طلعوا، يلا سكروا كل حاجه لو سمحتوا. الكويز عباره عن دقيقتين، اوكي؟ انا حلمه منكم، اللي مش حسلمني حمشي ومش مش حطلع فيها بعد هيك، اوكي؟ اتفقنا؟ حاضر، بس اكتب انا بك. Visual acuity testing in pre-verbal children. شو هم ال visual acuity testing in pre-verbal children؟ امنع الكلام، ارفع ايدك عن القلم، ارفع ايدك عن القلم، امنع الكلام، خلص حط القلم، لو سمحت حط القلم. دي ايام كلها هذه أمانة، ما تكتبيش ولا حاجة.
هيك سلمته. هيك إن شاء الله بنكون في المحاضرة هذه خلصنا الفيجوال أكيوتي، حدة الإبصار مع قياسات حدة الإبصار للأطفال الغير ناطقين. في المحاضرة القادمة إن شاء الله هنبدأ How to measure visual acuity in verbal children. يعطيكم العافية.